سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين. سبحانك يا أمان الخائفين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين. سبحانك يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن بباب كرمك واقفون، وبحبلك الشديد مستمسكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ونساءنا وأبنائنا وبناتنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم،
اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم، اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يوم لا أنيس ولا ونيس، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأدم العافية علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وآمنا في أوطاننا ووفق جميع ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة الناصعة التي تعينه على الخير وتدله عليه، اللهم واغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.